التست بتاعت الكوردينيشن هما 6 تست اساسيين او 7. انا هقول لكم كل التستات تتعمل ازاي. اول تست فينجر تو نوز تيست، فهطلب من معاذ اعمل فينجر تو نوز تيست. لا، لازم يا معاذ تجيب صباعك من بعيد وتوقفه عند التيب اوف النوز. يلا، هل كده التجربه خلصت؟ انا ليه ابتديت بمعاذ؟ عايز اشوف هيعمل ايه؟ لا، المفروض ان انت تجيب صباعك من بعيد كذا مره وانت مفتح وكذا مره وانت مغمض. وده السؤال اللي هو جه النهارده، يعني لازم اعمل الكوردينيشن ويز اوبن ذا اي ويز كلوزد ايز، ولازم الفينجر يبقى ستريتشد فينجر. نفس الفكره، فينجر تو فينجر تيست. بصوا بقى معايا، دي غلطه ساعات بنعملها في النورمال وازاي بنتداركها. انا فارد صوابع الاثنين اهم وبقربهم يلمسوا بعض. ساعات صوابعي غصب عني بيركبوا على بعض، مش ده غلط؟ معناه ان في سيجنالز زياده، يبقى انا مضطر اعمل ايه؟ ازحزح الصابع اللي تحت عشان يلمس التيب اوف ذا فينجر اللي فوق. الكلام ده كله بيحصل في السب كونشس، مهم قوي، فينجر تو فينجر او فينجر تو نوز. نيجي بقى على اسامه، زمالكم اسامه، هنعمل عليه تيست. التيست اللي هيتعمل بالنسبه لاسامه ايه؟ بص، هطلب من اسامه ادني دراعك يا اسامه. هيدني دراع واحد. هو ليه بقول له ادني دراعه؟ هو بيدني دراعه، انا بايدي الثانيه بحاول اسحب دراعه لبره. يعني هو بيعمل فلكشن جامد. بصوا بقى، بسحب دراعه لبره وهو يدني، بحاول اسحب وفجاه انا سبت دراعه. ايه اللي حصل؟ دراعه سبت لان هو عنده فرامل سيريبيلم، فايدته الاساسيه فرامل الجسم عشان يحدد ويحجم الحركه. الغلطه اللي انا عملتها وانا قاصد ايه؟ افرض اسامه عنده مشكله في السيريبيلم وانا ما اعرفش، لازم انت كدكتور ايديك الشمال على وش العيان، لانه ممكن ايديه تعمل اوفر شوت تخبط في الوش. بدل ما تخبط في وشه، الهدف احافظ على سلامته، تخبط في ايدي. فهنيجي نعملها مره ثانيه بس كامله. هو بيعمل فليكشن وانا بسحب دراعه لبره، بسحب بسحب وفجاه بسيب وايدي الشمال على وشه. هنيجي نقول له التيست الرابع، افرد ايديك الاثنين يا اسامه، اللي هو ريست سلابينج. سلاب بمعنى هضرب ضربه بسيطه على الريست. الريست هيقع بالضربه. هقول له لو سمحت هاته في نفس مستوى الريست الثاني. انا عايز اشوف الايكوليبريم والاتزان بتاعه، عنده القدره انه لما وقع يجيبه هنا لا فوق ولا تحت. فنيجي نعمله، كل ما اخبط الاقيه بيرجع لنفس المستوى. فين بقى الديزيز؟ نفترض فرد وهنمثل اسامه ما عندوش فرامل، سيريبيلم بايظ، جيت اضرب على الريست ووقع، لا طلع ونزل، ما عندوش تحديد المسافه، اقف فين؟ ودي مهمه جدا يعني. وتقول لك ساعات دكتوره شاديه مثلها، تلاقي طالع ونازل طالع ونازل وما بيثبتش. نيجي ناقص لنا 3 تيست مهمين جدا في السيريبيلم. لو قلنا فينجر تو فينجر، فينجر تو نوز، ارم بولينج، وريست سلابي. التيست بقى الخامس هنقول له امشي يا اسامه. فكره المشي مش بمعنى ان انا بمشي رجلي او رجليا جنبي، لا، هنمشي ازاي؟ هقول له يجيب كعب الرجل صح على التوز بتاعت الرجل الثانيه كانه ماشي على حد. الولاد اللي سامعيننا دلوقتي، لعبه مصر وسوريا كانت معروفه زمان، ان اتنين يقفوا قصاد بعض وواحد يعمل كده والتاني قصاده لغايه رجل مين تدوس على التاني الاول. فده ليه علاقه بايه؟ بالايكوليبريم او فيستيبلو سيريبال. نيجي للتيست السادس، مهم قوي. اقعد يا اسامه، عايزك تجيب كعب رجلك اليمين على التيبيا الشمال.
بس هنا بقى في نقطه بنبه اسامه اليها، لما يجيب كعب رجله يبتدي في التيبيا من تحت لفوق لغايه ما يوصل للنين، لان اسمها ايه؟ هيل تو ني تيست او هيل تو شين تيست، يعني بمشيها كده. حتى ليها صور وفيديوهات بالمنظر ده. اسامه نورمان، مثل يا اسامه للناس اللي شايفانا عندك مشكله في الفيستيبلو سيريبرال، مثلها. هيعمل ايه؟ او يطلع برجله اساسا لبره، ما هو ده الخط بتاع اللي هو التيبيا، ما عرفش يجيبها على التيبيا. التيست السابع والاخير، اسامه هطلب منه طلب، اعمل كده. ايه الحركه دي؟ رابد برونيشن وسوباينيشن. سوباينيشن اند برونيشن اللي خدتوها في النظري رابد الترنيتنج موفمنت. ايه اللي استفدناه؟ اسامه استفاد ايه من الحركه دي؟ قبل ما يعمل حركه السوباينيشن اكيد في مكان بيخطط للحركه قبل ما تتعمل، هو مين؟ نيو سيريبيلو. يعني النيو خطط قبل ما اعمل سوباينيشن، عملت السوباينيشن عايز اقلب ايديا واعمل برونيشن، الكورتكس يبعت اشاره لي يقول له فين خطه البرونيشن. المذاكره ايه بقى في السيريبيلم بالنسبه للعملي؟ اهم حاجه في السيريبيلم تذاكر لي ثلاث عناوين اساسيه، كل جزء من السيريبيلم يا ترى ايه هي الفانكشن بتاعته؟ اهميته ايه؟ بيستقبل الافرنت منين؟ اللي هو الاشارات اللي جايه له، والنقطه الثالثه ليجنز.